اسمعي يا بنت، الزول ده معليك وعمل لك شنو وقال لك شنو، ساقني من العتبة وقال لي راح اوديك الدكان، رسلك الدكان جيب لي حاجة وتعالي. لما دخلني هنا قال لي حاجة بسيطة حسي وانا بورقك تمشي، وما تكلمي زول بيضربوك وبيعملوا لك وبيعملوا لك. اسكتي ساعي، طلعني في السرير ده وملص لي هدوم. ولما كنت سايقه بنتي في نفس اليوم وانا ماشيه بيها برا، انا سايقاها لكن حاسه بروحي زي ما سايقاها في يدي. يلا من هنا ونحن خلاص بدينا معاه في اجراءات المحكمه. والله طبعا ده زوج خالتي وكان مربيني، يلا بنام بالليل بيجي بحجم علي بالليل، وقام مرتين حجم علي بالليل، وقام قمت يوم ده قمت حملته. القصة دي حصل لي اختصار، الرجال دول هم الاثنين لما ده بعتوا عملين عملية دي وقام خلاص انا اتأثرته. الحاجة دي ما شوية هي ذات الناس كتار، ما انا بريتها، ما بتكلم دي انا نفسي دي. عشان نطالب بحق. المادة 149 الخاصة بالاغتصاب في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 حقيقة تحتوي هذه المادة على العديد من العيوب والقصور، ابتداء من التعريف، حيث جاء تعريف الاغتصاب: يعد مرتكب جريمة الاغتصاب كل من يواقع شخصا زنا أو لواطا دون رضا. نجد انه هذه الماده يمكن بطريقه دي ولا يخفى على اي قانوني ان هنالك اللبس في استعمال في تعريف الاغتصاب بانه زنا او باستخدام كلمه زنا، لانه عدم الدقه دي ما فيها يعني ضعف لغوي فقط، دي تترتب عليها مسائل مرتبطه بالاثبات في 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 البينات في الايفيدنس عموما. تطلب 4 شهود، والـ4 شهود رجال أو 8 نساء، وهؤلاء يجب أن يشاهدوا المواقعة نفسها وليس ما يستدل به عليها، وبالتالي الإثبات صعب جدا. المشرع ساوى بين الزنا والاغتصاب استنادا لدرجة الإثبات وليس مستوى الجريمة، في حين أنه الزنا جريمة حدية والاغتصاب جريمة تعزير. هذا الخلط بين الزنا والاغتصاب قد يحول الشاكية في حالة فشل إثبات الاغتصاب إلى متهمة بارتكاب فعل مخالف للقانون، وبالطبع هذا يؤدي إلى أن الناس تتناقص أو أن الناس ترفض أساسا مبدأ التقاضي، لأنه فشل الإثبات في جريمة زي الاغتصاب يؤدي يعني بطرق أوتوماتيقية أن يدانوا الناس بالزنا. اتصلوا بي برضو بعض الأخوات إنهم لما وقع عليهم الاغتصاب ومشوا للقانون، بدل ما يكونوا هم يعني معتدى عليهم بقوا يعني تحولت الجريمة لأنهم هم اتهموا بالزنا. قالت لي تدني الكشف قال لي حاملة، فضحنا بلاق وقاموا قبضوا، ودي القسم دي يسألوا ما دير احترف، قال لي يعمل الفصيلة بتاع الدم، عاد عمل الفصيلة دي أنا طلع حكم، قاموا خلاص يحل الحكم خلاص ثبت على قاموا حكموا بقى 5 سنة. مولانا قال لي قال الدنيا من الصوت، القاضي حكم علي بالزنا لأنه يعني أنا كنت قال أنا كنت موافقة على الكلام ده. ففي ظلم هنا بيقع على المرأة، بيبقى في ظلم مركب، الظلم بتاع إنها اغتصبت، والظلم الثاني بتاع عقوبة الـ القاضي عليها. المشكلة دي إنها
عملت أزمة حقيقية في موضوع النزاعات المسلحة. الناس دي الجو لا بتعرفهم لا شافتهم لا جيران لا معاه في الشغل لا في الحلة لا من جنسة لا من قبيلة لا من أي حاجة. اغتصبوها باعتبار إنها صيدة يعني هم غضوا وطاروا فيها وهربوا. الحاجة اللي ما فضيها ما بنقدر نتكلمها في اجتماع ما بتقدر تحاكيها لأي زول. ده شوية بجيب كشفة نظر يعني هم سألناه زي ما خلاص الأمنين هم عمرها وتخشى في الحرب وفات ما دار حق منهم. حاجة دي من عنف وإجباري. خليه حكاية شهرين احنا جارين ثلاثة شهور نحن جارين في القصة. في النهاية القانون حكم بأربع شهور أربع شهور بس وطلعوه عادي زي ما في أي حاجة ما حصل شيء. نحن والله يعني قصة إنه تكسير القانون دي أكثر معانا تكسير. ولما جينا من المحكمة ونايمة كم يوم أنا براي بلقى نفسي قمت رقدت جنبها ولميت علي وهي ذاتها يعني كان حصل لها شيء كده ما عادي. البنت دي نايمة أنا إلا بحصرها وإلا نمسكوها صحوها من جديد تصحى تاني تنوم حاسبها إنه زي الجاية حاجة كده عديل يعني ما كويسة. لكن ما بيدنا حاجة لهذا الشيء اللي حصل. القانون بيقول لك كده كده نحن تاني هنعمل شو ويجب أنه طبعا تغليظة بما يساوي العدوان وضخامته وجسامته على الضحية. يكون النصوص واضحة في القانون والتوصيف واضح للجريمة والتوصيف واضح للعقوبة. يعني القانون ده يكون هو وغاية والوغاية خير من العلاج. أنا بفتكر إنه لازم يكون في حوار كبير بين كل مستويات الجهاز العدلي يعني وزارة العدل جهاز القضائي المجالس التشريعية سواء كانت محلية أو قومية أو ولائية للخروج برؤية حول المسائل المرتبطة بالاغتصاب ولإيجاد قوانين يعني رادعة تنقذ المجتمع من المسألة دي. أنا أعتقد أن إعادة صياغة المادة يكون بالآتي يكون بتعريف واضح تكون هذه الجريمة تعريفة شامل لما يتم من أفعال بموجبة بغض النظر عن أي جريمة أخرى. حقيقة المقاضاة في جرائم الاغتصاب تعتبر صعبة إن لم تكن مستحيلة ما لم يتم تعديل هذه المادة وفقا للمعايير الدولية وأن تكون هذه الجريمة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم حتى يتم تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب. والله الناس اللي عملوا القانون ده أنا بقول لهم يعني قانون ده يقدروا يحكموا حكم عادل يعني هذا حكم عليه بالظلم اللي موافق على الكلام ده ما رضي يعني على الكلام ده. لكن أنا بنتمنى شنو لما عنده حق حقوق دار حقوق يطبق فوق تاني يمكن ننجن لما ما تفكك عسر